انضم الينا استشاري الامراض المعديه الدكتور وائل باجهموم، حياكم الله دكتور. نرجو الله سبحانه وتعالى ان تكون الامور مستقره، ولكن في يعني ظل عدم الالتزام بالاحترازات ستتفاقم الامور كما هو واضح من الحالات الجديده التي تم تسجيلها والتي شكلت يعني صعودا مخيفا في الاسابيع الماضيه. نعم، حياك الله أستاذ عبد الله، تشرف بأن أكون معكم، وتحياتي لجميع المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة كما ذكرت، نحن ولله الحمد حتى الآن الأرقام ما زالت على مستوى العالمي في ارتفاع، يعني جميع الدول في ارتفاع، كل الأرقام في ارتفاع، ولكن الزيادة هذه مخيفة، خاصة ما إذا اقترنت بإهمال الاحترازات وتساهل البعض. البعض يعتقد بأنه بمجرد وجود لقاح الأمور أصبحت سهلة، بمجرد يعني نقص العدد ونزول الأعداد إلى أعداد قليلة أن الأزمة قد انحلت. هذه حقيقة غير صحيحة، لابد من الجميع أن يكون حريص وأن يكون حذر حتى يتم إعلان الوفاء، حتى يتم إعلان انتهاء الوباء. نعم. ويكون إعلان انتهاء الوباء إن شاء الله قريبا إذا ما التزم الجميع بالاحترازات ونقصت الحالات إلى صفر، وإلى أن يلتزم الجميع بما هو يعني مأمول للوصول إلى الحالات التطعيمات لجميع المقيمين والمواطنين في هذا. نعم. البلد. نعم، وأعتقد أن 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 الأمر يعني تأخذها المملكة كما هي العادة بجدية مطلقة، يعني بعد خطاب أو كلمة معالي وزير الصحة هم أمراء المناطق يعني يتخذون إجراءات أخرى، كذلك الآن وزارة الداخلية تعلق القدوم لغير المواطنين والممارسين الصحيين والدبلوماسيين من 20 دولة في ظل احترازات السباقية لمنع التفشي الجائحة مرة أخرى لا سمح الله. نعم بلا شك، كلام صحيح وسليم 100%. الدولة السعودية دائما سباقة، الدولة السعودية يعني تعاملت مع هذه الأزمة وهذا الوباء بشرفية وبيعني استباقية لكل ما قد يحدث، وما يقوم الآن به المجتمع من تتبع لآراء ولي يعني لمحظورات جديدة قد تصدر هو من أساس هذه السياسة السليمة. نحن نستبق، نحن ننظر، الوقاية دائما خير من العلاج. ما حصل في الأسابيع الماضية شيء مخيف، شيء مقلق، لابد من السيطرة عليه مقدما، ولذلك التجاوب كما ذكرت من أمراء المناطق كان رائعا. سوف يتبعه بإذن الله تجاوب عالي جدا من المجتمع. نعم، يعني كمختص يا دكتور، يعني لا يجب لمن ما أخذ الجرعتين أو سبقا أصيب بالمرض، لا يعني هذا أنه في منع عن الإصابة مرة أخرى؟ ابدا، وقد اعتقد بانه المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه يعني صرح بهذا الكلام رسميا، من يتحصل على التطعيم يكون هو يعني في مناعه يعني منتظمه ضد هذا الفيروس بنسبه محدده، هذا لا يمنع بان الفيروس قد يكون في يعني يكون ناقلا لهذا الفيروس وقد ينقل المرض لغيره حتى ان لم تكن لديه اعراض. نعم، يعني قد يحمله هو وينقل لغيره دون ان يشعر. نعم، وهذه مشكلة، يعني ثبت الآن جديا بأن انتقال المرض قد يكون من شخص يعني طبعا هو متطعم فلن تظهر عليه الأعراض وسيكون يعني في وضع أفضل، ولكنه سوف ينقل هذا الفيروس إلى أشخاص آخرين. خاصة أن أنبه إخواني وزملائي وكل المجتمع السعودي، الكبار في السن، الفئات التي تتعرض إلى العدوى بسهولة، آباؤنا أمهاتنا كبار السن، لابد أن نرعاهم بشكل كبير. نعم، الدكتور وائل باجهموم استشاري الأمراض المعدية، شكرا جزيلا لك.